فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بماذا تنصحونني بارك الله فيكم، حيث إنني أعاني من الوساوس التي تأتيني دوما؟ وساوس تعالج بذكر الله والإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن والاستعاذة من الشيطان، أكثر من الاستعاذة من الشيطان، لأن الوساوس من الشيطان، يشر الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وكذلك من العلاج أنك لا تهتم بالوسواس، تتركه ولا تتحدث عنه، ترفضه ولا تعمل به، وسيذهب عنك بإذن الله. نعم.